مرحبا بكم ناس الكل في قناة إيمان زهرة المطبخ التونسي. أصدقائي اليوم شنعملوا مع بعضنا وصفة جاية من بلاد الشام واللي هي المعمول. دونك اليوم إن شاء الله باش نعطيكم وصفة بمقادير مضبوطة وياسر بنينة، وأنا واحدة من الناس نستعمل فيها ومعتمدتها عندي سنين. لما حال جربت قبل وصفات بمقادير أخرى الحق ما عجبتنيش، من الوصفة هذه عندي سنين وأنا نستعمل فيها بالحق تعجبني على الأخر على الأخر، وكل عيد الحمد لله نعمل شوية خاطر وصفة ياسر بنينة وسهلة كما تشوفوا مقاديرها بسيطة على الأخر. به بالنسبة للمعمول فما اللي يطيبوا يحشيه معناتها بالتمر، فما اللي يعملوا بالفاكهة، وفما اللي يعملوا بالفستق، فما اللي يعملوا بالفستق والجوز، يعني الزوزة في تونس نقوله والبيستاش معناتها. دونك أنا اليوم مش نعملها بالفستق والجوز. دونك لهنا بالنسبة للمقادير راه ياسر سهلة وتحفظوها عن ظهر قلب. كيلتين فارينة وكيلة سميد، تحبوا تكيلوا بصحفة، تحبوا تكيلوا بكاس، تحبوا تكيلوا بالمغرفة، تحبوا تكيلوا بالجرام، لا لأن وزن الفارينة وزن السميد ماهوش كيف كيف، يعني كي تاخذوا 100 غرام فارينة و100 غرام سميد ماهوش نفس الحاجة. كيلوا بحاجة بصحفة، أنا كيلت لمحل بصحفة هذه، كيلوا بصحفة وأي حد عنده معناتها عنده في داره صحفة. دونك لهنا كيلتين فارينة وكيلة سميد خمسة يسي هكا سمول مويان، هذا اللي نعملو به المقروض هكا به. ولهنا عندي الكيلة هذية، هذه نصف متاحة سمن ونصف متاحة زيت نباتي. إذا ما عندكمش سمن تنجموا تستعملوا الزبدة المغلية ذيك البوردو نوازيت، ما تخليوهاش تغمق برشا. دونك لهنا كيلتين فارينة وكيلة سميد خمسة يسي وكيلة من السوائل اللي هي نصف سمن ونصف زيت نباتي. باهي لهنا أول حاجة بسم الله لازمنا نخلطو هذيا بالكدا، بسم الله بسم الله باش نزيدو السوائل باش نتبعو طبع، خاطر كيما تعرفو كل حد ونوع الفارينة بتاعو، منحبهاش اللي تغلبني. بسم الله ريحة السمن بنينة برشا ما شاء الله. دونك لهنا كيما تشوفوا تبسس عندي بالكدا هكا كيما تشوفوا، يعني بالكدا بالكدا. دونك لهنا شنو باش نعملولو؟ إذا تحبوا المعمول ينجح لكم الوصفة تنجح لكم بالكدا لازمكم تخليوها ترتاح أقل حاجة 4-5 سوايع، هذه لابد. إذا باش تخدموها على البلاصة راهي ما تجيكمش مزيانة لا في الطعمة ولا في الشكل. دونك انتوما تخليوها ترتاح بين 4-5 سوايع في الثلاجة في الفريجيدير العادي. أنا مش خليها 10 سوايع لأني نخدم فيها طويق الصباح، وبعد شقل فترة إن شاء الله باش نكملها. فما اللي خليها ليلة كاملة، إذا عندكم وقت وتحبوا تخلوها ليلة كاملة تنجموا تخلوها ليلة كاملة. أصدقائي عاد رجعت لكم مرة أخرى باش نكملوا نعملوا كعبة المعمول. صح شريبتكم صح الناس الكل. دونك هذا هو العجينة اللي خليناها ارتاحت تقريبا 10 سوايع، وكيف ما قلت لكم اللي يحب يخليها معناتها ترتاح ليلة كاملة زادا كيف كيف. باهي لهنا قبل ما نبدا نكمل باقي المراحل حبيت ساعه نقول لكم حويجة بسيطة. أنا قلت لكم هاك نهارات إن شاء الله كيف نوصل 50,000 مشترك حبيت نعطي هكا جائزة الاكثر واحد يتفاعل في القناه بلي كومونتير واللي جيم. باه انتم ربي يبارك لكم وصدقوني ما نخير حد على حد، معناتها الكل ربي يبارك لكم، حتى اللي حط لي كومونتير واحد اكهو والا جيم اكهو ربي يبارك لكم ما ننساش فضلكم عليا بعد ربي سبحانه وتعالى. باه قلت لكم انا في يخرج لي معناتها الكونتور يخرج لي شكون اكثر واحد عمل دي كومونتير. دونك شفت الليسته الكليكا لقيت زوز اكثر زوز الحق اللي معناتها اللي يتفاعلوا اللي معناتها اصلا تخرج لي هذوكم. دونك انا كنت باش نختار واحد اكها مي بعديك يعني وسعت هكا شويه قلت مثالش نختار زوز خاطر بالحق انتم باهين ياسر ياسر معايا. دونك هكا علاش حبيت نقول لكم شكون اللي خرجوا لي لسامي. دونك اول واحده هي سالي قفسي ما شاء الله عليها هذه متابعه وفيه لي على الاخر على الاخر. دونك سالي قفسي اول واحده وواحد اخر ما نعرفش نتصور ماهوش اسمه صحيح اسمه بروتو كاراوك هكا معناتها هكا اللي لقيتو مكتوب. دونك هذوما الزوز هما اكثر الزوز معناتها اللي في الكونتور معناتها محصلين اكثر دي كومونتير. دونك ان شاء الله يتصلوا بي على الانستغرام في الخاص يبعثوا لي دي ميساج وانا تو نحكي معاهم ان شاء الله
وباش نشوفوا معناتها اجراءات اني باش نبعث لهم الهديه ان شاء الله. باهي هذا موضوع. وكما قلت لكم معناتها كل 50,000 ان شاء الله باش نعاود نفس الحكايه، كل 50,000 ان شاء الله يا ربي تكبر اكثر معناتها القناه، مي كل 50,000 باش نختار، مش انا كما قلت لكم باش نختار اللي باش يخرج لي اللي هو اكثر واحد معناتها يعمل دي كومونتير باش نعطيه ان كادو. دونك باش نكملوا هكاك الى ما شاء الله معناتها لوين باش معناتها باش يكتب لنا ربي، لاني انا من نوع ما نحبش هكا معناتها القناه تكبر وعبد يطلع وينسى فضل العباد اللي هما معناتها عاونوه باش معناتها وقفتوا معايا باللي كومونتير وبمحبتكم وبنصائحكم بالنقد بالمدح بالحق في كل شيء. انا ماني نحب كي نطلع انتم تكونوا معايا معناتها للاخر، وربي يبارك لكم الناس الكليك. هذه حاجه توصلوا لاني كملناه. ولهنا قبل ما نبدا زاد حبيت ننصحكم بقناه يوتيوب مزيان على الاخر على الاخر، اسمها حمزه فاميلي. تو ساعه كنت نتفرج على فيديو مزيان كي هبطوها، بالحق عندهم محتوى مزيان على الاخر على الاخر. ننصحكم تدخلوا تعملوا اشتراك في القناه. انا راني من نوع ما نخزرش للقناه على قداش عندها من 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 متابعين، انا نشوف المحتوى كي يعجبني المحتوى كي بداش عندها ابوني واحده كهوره وتعجبني نتفاعل معاها ونشجعها. دونك حمزه فاميلي هي عائله جميله ومزيانه على الاخر، عايشين في تركيا. اخت امينه تسلم عليك ساعه وزوجها حمزه وعندهم ثلاثه صغيرات وهكا يهبطوا معناتها دي فيديو بالحق مزيانين على الاخر. ونتمنىكم تشجعوهم تدخلوا القناه نتاعهم تعملوا اشتراك في القناه وتشوفوا لي فيديو، بالحق نتصور باش تكون عندهم دي فيديو مزيانه على الاخر على الاخر. وكنت نتفرج تويكا في فيديو تركيا، شكون ما يحبش تركيا، شكون ما يحبش يشوف معناتها يعني الاجواء في تركيا هكا، الاسواق والمجازنات والطبيعه برشا حاجات. الناس الكل تحب تركيا، انا واحده من الناس نحبها وان شاء الله ربي يسهلوا باش نمشوا لها زياره. دونك هكا علاش ما تنساوش تشجعوهم حمزه فاميلي، تدخلوا القناه نتاعهم تعملوا اشتراك وتشوفوا لي فيديو، بالحق عندهم فيديوهات ياسر مزيان. باه طويك يجاو معايا باش نعملوا المعمول. دونك هذه هي العجينه نتاعنا، شوفوا لهنا بسم الله كيفاش تماسكت على اليوم الصباح. هاي هذيك دور انه كيف تخلوها ترتاح، ريتو لهنا ولت الرطبه اكثر من الصباح، في الصباح كي تشوفوها تتفتت برشا لوكو طويكا. شوفوا ما شاء الله تقولش عجينه صابلي تبارك الله. دونك لهنا كيف تخرجوها من كيف تجيو باش تخدموها، تخرجوها نص ساعه قبل ما تبدو تخدموا بها، لانها اكيد باش تكون معناتها متماسكه برشا يعني الى يابسه. باه لهنا جوست بسم الله نحركها هكا شويه باش تطوع ما غير عجنانه، جوست تحركوها. ما نحكي لكمش على ريحه السمن يا جماعه، بنينه على الاخر راه كيف اللي حطيت منه البارح في المقروض، بالحق مقروض جاء عالمي والله جاء بنين على الاخر. كما سالي قفصي قالت لي قبيله في الكومنتير قالت لي كما تقولي انت جاء بنين على الاخر ولا بنه عالمي. اي ما احلاكم هكا كي تركزوا معايا هكا تستانسوا بحاجات ديما نقولها، سي كنتوما كمتابعين ليا برشا. باهي لهنا هذيا تويك شنو باش نزيد لها، لهنا عندي حليب كونسونطخي مكثف محلى باش نزيد ليه 4 ملاعق، خلي هنا باش ما تتوزعش. حبيت نقول لكم على بسم الله على السعه نتاع الصحفه اللي قديت بها، خاطر قلت تمشيش تكيلوا بصحفه كبيره فتولي 4 ملاعق شويه والا برشا. دونك الكيله اللي كيلت بها تهز 200 مليليتر، فهمتوا؟ دونك انا شوفوا اختاروا كاس ولا حاجه السعه نتاعها 200 مليليتر، اذا عندكم اكثر بتبيعها هكا الضعف ولا حاجه. انا لهنا نتصور بالنسبه لي 3 يزيد صراحه، نتوما تحبوا تحطوا 4، انا ما نحبش الحاجه الحلوه بدرجه كبيره. تحبوا هاني وريتكم من 3 الى 4. باهي لهنا رشه خفيفه ملح، لهنا نحطوها بعيده. ولهنا عندي ربع مغرفه صغيره، المغرفة هذه صغيرة خميرة متاع خبز، أنا حليتها في 4 ملاعق ماء ورد وإلا ماء زهر وإلا عطرشية. أنا حليتها لهنا لأنها الحبيبات هك حسيتها خشينة، دونك عرفت باش تقعد لي في العجينة، دونك هك علاش حبيت نحلها شوية في ماء ورد. هاهي 4 ملاعق ماء ورد معاها ربع ملعقة صغيرة خميرة خبز هكا لهنا، بسم الله بعدها عن الملح. ولهنا ربع مغرفة زادة هك كيما تشوف خميره نتاع جاتو لي فيغ شيميك. هاي قداش ما تحطوش اكثر باش ما تقولوليش ما جاتش كيف ما نحبو. بسم الله دونك تويكا بسم الله نبدا نعجنها، مش نعجنها يعني نخلطها
دونك هذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. هكا عجينة رطبة متماسكة هاي وما تتفتتش. دونك هذه نخليها هكا كوتي. في الأثناء أنا حطيت الفور يسخن على 250 درجة، لازم يسخن بالقداء. باهي لهنا بالنسبة للفاكهة كما قلت لكم باش نحط فيها فستق وزوزة، جوزة معناتها وإلا عين الجمل وإلا نوع. باهي لهنا نورمالمون فما اللي يحب يحط لها سكر، ما ننصحكمش بالسكر خاطر بعديك تقعد حبيبات هكا وما تعطيكمش قوام مزيان. دونك اللي يحب يحط لها زوز ملاعق كبار شحور، شحور يكون عاقد شويه، سينو اذا تحبوا عسل. انا نفضل ديما يكون عسل خير، يكون صحي وكل شيء. والدور العسل والا شحور هذا باش يخلينا الحشوه تكون متماسكه، ما تكونش اللي متفتته برشا. بالطبيعه باش يحليه لنا شويه اخي، ماهوش باش يكون معناتها فاكهه اكهاو. دونك لهنا جست هكا، لهنا تنجموا تزيدوها تفوحوها يا اما بشويه ماء ورد والا عطر شيء. انا ماء ورد مازلت كي استعملته في العجينه، دونك لهنا باش نحط شويه عطر شيء هكا. بالنسبه للعجينه اصدقائي نسيت ما قلت لكمش، اذا كان لقيتوها حسب المكونات اللي عطيتها لكم معناتها من منذ دقائق، اذا لقيتوها مازالت ماهيش متماسكه بالكدا يعني مازالت شربت معناتها اللي حطيتوهم لها، تنجموا تزيدوا شويه ماء ورد. المهم اللي انت تحصلوا على القوام اللي وريته لكم. ناخذ شويه من العجينه. اذا باش تسالوني قداش مقدار العجينه، سهله برشا، راهو تاخذوا شويه من العجينه وتحطوها لهنا في القالب. اذا لقيتوها سافا هكاك سيكورا سي بون، خاطر فما قالب يكون اكبر من قالب ولا فما الكبير والصغير، دونك هكا علاش نتوما والنوع اللي عندكم. باهي لهنا ناخذوا هكا العجينه كعبروها نحلوها هكا في الوسط هكا، ولهنا نحط فيها من الحشوه هكا. لهنا تسكروا تسكروا مليحة رطبوها بالبداء هكا. طويكة نحطوها في القالب، نحطوها هكا وننزلوا. تضغطوا باش يطبع الزينة الدخلانية باش تطبع وتجي مزيانة هكا وطويكة. هاي كعبة المعمول هكا تستويوها جست شوية. هذه هي كعبة المعمول، حطوها لهنا في الطبق وطويكة. بعد ما كملت الكمية اللي عندي الكليكة باش ندخلها للفور، سبقت وشعلت على 250 درجة. انا عندي شالوغ تورنونت باش نحطه في البروغرام هذاك، وانتم اذا عندكم يشعلوا فوق من اللوطة تبداو تشعلوا من اللوطة ساعة، وبعديك في الدقائق الاخرى تشعلوا من الفوق. بسم الله. دونك هذوما كعبة المعمول بتاعنا طابو. دونك طويكة هما مازالوا سخونين، مباشرة نحطوا عليهم سكر جلاس هكا نزينوهم. بسم الله على الوجه الفوقاني الكل، لازم يكونوا سخونين باش السكر يشد. دونك هكا يكون المعمول متاعنا حضر. كيما تشوفوا ما شاء الله حاجه ياسر مزيانه وخفيفه هكا وفاوحه وبنينه تعمل الكيف. دونك ان شاء الله تجربوها اصدقائي، لان بالحق نشجعكم راهي ياسر بنينه. حاجه واحده بركه نحب نقول لكم عليها، كيف ذقت قبيله كعبه لقيتها بالنسبه ليا جاتني هكا ناقصه شويه سكر، ما متقلقنيش انا راني نحب الحاجه اللي ناقصه سكر. انتوما اذا تحبوا اكثر سكر تنجموا تزيدوا مثلا بالحليب نستلي، انا حطيت 3 مغارف، تنجموا انتوما تحطوا 4 الى 5 مغارف وهكا ذوقوا. تنجموا تذوقوا شويه العجينه ما فيها باس معناتها تعدلوا السكر نتاعكم. وثاني حاجه حبيت ناكد عليكم بالنسبه للفور، انا كما قلت لكم طيبتها على 250 درجه، مي كيما ريتوها ما تحرقت ليش، طابت من داخل ومن برا وقعدت لي معناتها يعني كيما لازم تكون. خليتها تقريبا 12 دقيقه، وانتوما كل حد ونوع الفور نتاعو تنجموا تطيبوها بين 230 الى 250 درجه، وعينكم ميزانكم وديما تتفقدوها. لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك اكيد تحبوا ان نحل لكم كعبه من داخل وتشوفوها. دونك هذه هي هكا يعني جسم حبة هدية. بسم الله شوفوا قداش هشوشة هاي.
هذا الداير راهو ما تقولوش العجينه نيه، راهو هذاك الزيت نتاع نتاع الفاكهه، خاصه الجوزه النوا معناتها تخرج ياسر زيت، وهذاك الزيت نتاعها وذقتها الكعبه وطايبه بالحق بالكدا بالكدا من داخل ومن برا. هيا من اللوطه كيفاش جوست هذايا الزيت اللي نتاع الفاكهه هكا هاو. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هذه، وان شاء الله تجربوها، ونستنى معناتها تطبيقاتكم كسوسوا على الانستغرام. ما تنساوش تبعثوا لي على الانستغرام تطبيقاتكم يا جماعه، راني نحب يوصلوني تطبيقات ونبارطاجيهم في الانستغرام باش يشوفوا العباد تطبيقاتكم بالحق، وخاصه تبينوا لي الساعه وللعباد اللي بالحق الروسيت يعني ناجحه واللي هي نجحت لكم. بالطبيعه اذا عجبتكم فيديو هذه ما تنسونيش من لي جيم والبارتاج، خاصه البارتاج يا جماعه ربي يفرحكم. بارتاجيو، اعملوا جوست كوبي لو لين وابعثوا لاصدقائكم اللي عندكم في الواتساب ولا ميسنجر، وما تاخذش منكم حتى دقيقه، جوست كليكي وتبعثوا معناتها للعباد الكل، جوست حاجه تفرحني انا وكهو. نعاود نذكر بالنسبه للي ربحوا في مش مسابقه، هي الهديه اللي انا عملتها. دونك الاسم سالي قفسي وبروتو كاغاوك، دونك هذوما هما الاسامي. بالطبيعه ما نجمش انا نبعث لهم ميساج على الخاص لاني ما نعرفش معناتها ما نعرفهمش، دونك هكا علاش تبعثوا لي على الانستغرام على الخاص وانا نجاوبكم، ومعناتها هكا نحكيو كيفاش باش نبعث لكم الهديه. وكا اصدقائي ان شاء الله تجربوها الوصفه هذه، لان بالحق نشجعكم خاطرها بنينه ومعتدله في السكر نتاعها وحاجه صحيه وفاوحه وتعمل الكيف بالحق. هكا هو أصدقائي، توكا مقلنا كنخليكم على خير، سهرة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.